صباح الخير. نرحب بالأخوة والأخوات ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية في هذا المؤتمر الصحفي الذي نطلق فيه موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب الجزء الثاني. طبعا من الطبيعي أن يكون في هذا المؤتمر الصحفي أن يكون حاضرا الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، والدكتور فهد أبو الحج مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس، جامعة القدس التي تحتضن هذا المركز، قامت على توفير كل الإمكانيات والظروف لكي يواصل هذا المركز المبدع أعماله ونشاطاته، وقد توجت اليوم بهذه الموسوعة. لقد كانت ردود الأفعال الفلسطينية والعربية بل والعالمية على الجزء الأول مشجعة، حيث كتب عن الجزء الأول الكثير من المقالات والتحاليل والقراءات، وها هو الجزء الثاني يصدر اليوم. وللحقيقة فإن إنجاز موسوعة يحتاج إلى جهد وعمل دؤوب ويحتاج إلى فريق، وهذا ما قام به مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة بإدارة مباشرة ويومية وحثيثة من الدكتور فهد أبو الحاج أبو باسل. وما كان لهذه الموسوعة أن ترى النور لولا عمل فريق بحثي مهني عمل خلال سنة كاملة، يعني بين صدور الجزء الأول والجزء الثاني 3 سنوات من العمل. السنة الأخيرة كرست للتحرير وتنقيح الموسوعة. اليوم نحن نحتفل بإطلاق هذه الموسوعة. من حق جامعة القدس ومركز أبو جهاد أن يفاخر بإصدارها وإنجازها وتعميمها، لأننا في فلسطين في هذه المرحلة وفي كل المراحل بحاجة لأعمال موسوعية توثيقية. نحن عانينا في السابق قصوراً من توثيق تجارب فلسطينية مهمة، وراح الكثير دون توثيق. الآن نحن ننبري لتوثيق تجربة الحركة الأسيرة بما فيها من محطات نضالية كفاحية ثقافية اجتماعية تنظيمية وفي فن إدارة الصراع مع السجن. نبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، فليتفضل. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم في هذا اليوم المميز في إطلاق هذا العمل المتميز من مركز أبو جهاد للحركة الأسيرة، مرجعاً جديداً فريداً سيثري تجربتنا الإنسانية والمكتبات حول العالم بتجربة الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي بكل ما فيها من ألم تلخص وتوثق لنضال شعبنا الفلسطيني في وجه آخر نظام فصل عنصري وأشرس مشروع استثماري استيطاني احتلالي عرفته البشرية. هو الأبشع والأكثر شراهة وعدوانية وعنصرية وهمجية في التاريخ الإنساني الحديث. إن نضال أسرانا وأسيراتنا
في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما خاضوه من نضال وما عرفوه وعايشوه من تجارب وما يميز تجربتهم ومعاناتهم لا يعبر عن قضية شعب عشق الحرية وناضل من أجلها وقدم الغالي والنفيس لنيل حقوقه الوطنية المشروعة في الانعتاق والحرية والاستقلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما كان يردد الزعيم الخالد القائد الرمز ياسر عرفات وتبشيره لنا بالنصر القادم بأن يرفع شبل فلسطيني وزهرة فلسطينية علم فلسطين فوق مآذن القدس وكنائس القدس، الأمل الذي يصل لدرجة اليقين في عقولنا وقلوبنا نحن الفلسطينيين، ونراه قريبا وستحقق مهما كانت القيود والصعوبات ما دام في هذا الشعب العظيم قلب ينبض. فمن يملك هذه الإرادة الحديدية الصلبة وهذه العزيمة الوثابة حتما لمنتصر. وخير مثال عليها نضالات وتجارب أسرانا البواسل في سجون الاحتلال التي يوثقها هذا الجزء الجديد من موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب من إنتاج هذا المركز المتميز المبدع بقيادة دكتور فهد أبو الحج مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة الذي انطلق من هذا الصرح الأكاديمي العملاق جامعة القدس المتميز أكاديمياً وعلمياً ونضالياً وما زال يحظى منا في جامعة القدس بكل الرعاية والاهتمام بما يستحقه ويمارس عمل بكفاءة وبقوة وباقتدار. وسنستمر في تعزيز وتقديم كل ما يلزم ليقوم بعمله وليستمر في إنجاز مثل تلك الأعمال العظيمة وغير المسبوقة وفي مجال عمله النضالي ليقدم كل يوم فتحا وابتكارا متقدما بروح التحدي الذي يميز العاملين والقائمين عليه في هذا الملف الذي يعني كل فلسطيني بل كل مناضل من أجل الحرية والعدالة في العالم أسره بإنجاز عمل بعد آخر بهذا المستوى العظيم مؤرخا لأهم ظاهرة من ظواهر الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى ويسهم في حل ما اكتنف تجربة أسران البواسل من غموض أو إهمال فرضه بطش الاحتلال وأعوانه وداعميه ومجتمع دولي أقل ما يقال عنه أنه متواطئ لإخفاء حقائق وتفاصيل هامة متعلقة بتجربة أسران البواسل سواء من بداياتها الأولى أو ما وصلت إليه من نضوج في مراحلها اللاحقة لتتحول إلى مصدر إشعاع لكل حركات التحرر في العالم أجمع. لكل ذلك يسعدني وبكل فخر وباسمي وباسم مركز أبو جهاد للحركة الأسيرة وباسم جامعة القدس أن أقدم لهذا العمل المتميز وأن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان والتقدير للقائمين على هذا العمل وأسرتي مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وكل من ساهم وقدم هذا الجهد المقدر والمشكور جزاهم الله جميعا كل خير متمنين لهم ولمركزنا ومركز أبو جهاد للحركة الأسيرة بجامعة القدس كل النجاح والتوفيق دائما في إنجاز المزيد على هذا الطريق الصعب طريق الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طريق لن نحيد عنه وكما قال شاعرنا الراحل الكبير محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس يوم إطلاق كل جزء جديد من هذه الموسوعة هو بالنسبة إلى الدكتور فهد أبو الحاج بمثابة عرس
لأنه حقيقة مسكون بهذه الموسوعة. كلما التقيناه أو قابلناه يتحدث عن الموسوعة في سفرياته، الحديث الدائم والمستمر عن الموسوعة. الموسوعة حقيقة هي هاجس فهد أبو الحاج، من حقه أن يفاخر بهذا الإنجاز، ومن يقدم ومن يعطي من حقه أن يقطف ثمرة ما أنجز وما قدم. الكلمة الآن للدكتور فهد أبو الحاج. صباح الخير للجميع، وشكرا لكل وسائل الإعلام الموجودة في هذا المكان اللي ستغطي حدث تاريخي عظيم للشعب الفلسطيني، وهو إطلاق موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب والأسيرات داخل المعتقلات الإسرائيلية. وهذا الجزء الثاني، ولم يكون هنالك توثيق لهذه التجربة من عام 1917 إلى يومنا هذا. فمركز أبو جهاد انفرد في هذه الجزئية من تغطية تاريخ وتوثيق وتدوين تاريخ نضالي كفاحي مشرف للشعب الفلسطيني. استمرارا من مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس، بدعم ونصرة أسرانا الأبطال ووفاء منا لتضحياتهم العظيمة في سبيل حرية أبناء الشعب الفلسطيني، تم إصدار الجزء الثاني من موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب في بداية كانون الثاني عام 2017. ويزخر هذا الجزء من الموسوعة بتجارب الأسرى وبطولاتهم الفردية والجماعية في أقوية التحقيق والاعتقال، حيث يشتمل هذا الجزء على 98 تجربة اعتقالية نضالية خطها الأسرى بدمائهم وأعمارهم داخل المعتقلات الإسرائيلية الغاشمة. من هؤلاء الأسرى من تحرر من قيد المعتقل، ومنهم ما زال يرزح في المعتقلات الإسرائيلية تحت وطأة الظلم وقهر السجان، ومنهم من غادرنا حاملا في جسده آثار التعذيب وأمراضا أنهكت جسده الهزيل، لتكون شاهدة على أكبر جريمة تتخذ بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ أن وطأ الاحتلال الإسرائيلي أرض هذا الوطن. فارتأينا تدوين تجارب هؤلاء الأبطال وفاء منا في مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس لتضحيات مئات آلاف من الأسرى الفلسطينيين والعرب والأسيرات في المعتقلات الإسرائيلية، واعترافاً بالدور الكبير الذي لعبه الأسرى في بناء حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني طوال مسيرة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال. وتتضمن الجزء الثاني من الموسوعة مقدمة نظرية توضح المنهج المتبع في الموسوعة، حيث تم اعتماد المنهج التاريخي لسرد الأحداث والوقائع التي مر بها الأسرى في تجاربهم، وبيان الأهمية التاريخية والوطنية لكل ما كتبه الأسرى ولكل معاناتهم وإنجازاتهم على مدار سنوات الاحتلال. واستخدم الترتيب الأبتذي لتنظيم عرض المعلومات والموضوعات في الموسوعة لضمان تحقيق العدالة في سرد هذه التجارب، كونها جميعها ذات أهمية، ولأن كل أسير يمتاز بتجربة فيها من الأحداث والعبر ما يميزها عن غيرها. وتمت مراعاة التوزيع الجغرافي في إجراء المقابلات، حيث تم جمع هذه التجارب من مختلف المحافظات الفلسطينية، لأن قضية الأسرى هي قضية لكل الفلسطيني بصرف النظر عن المنطقة أو الانتماء التنظيمي الذي ينتمي إليه الأسير. كما شملت الموسوعة
المصطلحات المستخدمة في المعتقلات الإسرائيلية والمصطلحات المستخدمة من قبل إدارة السجون لتمكين القارئ من فهم نصوص الموسوعة دون صعوبة، إضافة لأسماء الكتب والدراسات المنشورة من قبل الأسرى ومجموعة أخرى متعلقة بتجربة الحركة الأسيرة منذ 2009 إلى 2016 وثبت تاريخي بأبرز الأحداث على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 2009 حتى نهاية عام 2015. وأخيرا هناك ثبت بالمراجع والمصادر المستخدمة في إعداد الجزء الثاني من الموسوعة، حيث تم توثيقها بشكل علمي مرتب حسب الترتيب الأبتثي، وهذه المصادر في أغلبها كانت مستقاة من المقابلات الشخصية التي أجراها الطاقم الميداني لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة مع الأسرى ومع ذويهم. وتضمنت الموسوعة إضافة لتجارب الأسرى النضالية مجموعة من اللوائح الداخلية لبعض التنظيمات الفلسطينية داخل المعتقلات الإسرائيلية لإثراء مادة الموسوعة ومراعاة التنوع في موضوعاتها، وارتأينا ضرورة إدراج هذه اللوائح الداخلية التنظيمية للتعريف بدورها الكبير في تنظيم حياة الأسرى داخل المعتقلات، حيث نظمت هذه اللوائح العلاقة بين أفراد المجتمع التنظيمي في المعتقل وصاغت القوانين التي عبرت عن الإرادة الجماعية لإفراد التنظيم وخلقت نمطاً من الحياة الانضباطية في المعتقل. وجاءت صياغة اللوائح الداخلية لتنظيم علاقة الفصائل ببعضها بعضاً داخل المعتقلات، فكانت تجربة الأسرى في الوحدة الوطنية مميزة يحتذى بها في العمل الفلسطيني السياسي. كما احتوى هذا الجزء من الموسوعة على مواضيع أخرى تتحدث عن ديمقراطية الحركة الأسيرة وسياسة التعذيب في المعتقلات الإسرائيلية ضمن المواثيق الدولية، وتخللت هذه المواضيع مجموعة من الصور التي تتحدث عن سياسة الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من ضمنها مجموعة من الصور القديمة والنادرة لأسرى فلسطينيين وعرب مع مجموعة من النبذات. نقدم شرحا موجزا عن هذه الصور وتتحدث عنها ونعتمدها عند إصدار هذا الجزء من الموسوعة للقيام بالتنوع في موضوعات هذه الصور. فتحدث بعضها عن الأسرى ووقعوا في قبضة الاحتلال الإسرائيلي إثناء تنفيذ عمليات بطولية، وصور أخرى تحدثت عن الإبعاد والمبعدين، وتضمنت صور أخرى مرحلة الانتداب البريطاني الظالم وقوات المستعربين الإسرائيليين، ومجموعة أخرى من الصور حول اعتقال الأطفال والنساء. وتعد هذه الموسوعة نقلة نوعية للعمل على إبراز قضية الأسرى بطريقة منهجية علمية تحاكي الحاضر وتطور أدوات وأساليب البحث العلمي حتى يتسنى للأجيال القادمة من أبناء الشعب الفلسطيني للإطلاع عليها والاستفادة من تجارب أسرانا منذ لحظة الاعتقال الأولى مروراً بالتحقيق والسجن إلى أن يتحرر الأسير من قيد هذه المعتقلات. ويسعى المركز إلى إيصال الموسوعة بالدرجة الأولى إلى شريحة الشباب وطلبة المدارس لتكون مادة علمية تمكنهم من حمل مضامينها ونقلها للمحافل الدولية في نطاق العلم والبحث العلمي، مما يمكن للأجيال القادمة أيضاً من إبراز قضية الأسرى والتأثير على الرأي العام العالمي وإظهار الوجه الحقيقي للمحتل الإسرائيلي وسياسته الغاشمة. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر كل مؤسسة وشخص وقف إلى جانبنا
من أجل إخراج هذا الجزء إلى حيز الوجود، وأخص بالذكر المراكز والأبحاث الباحثين الميدان، وأخص بالذكر طاقم المركز والباحثين الميدانيين. والشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس ورئيس مجلس أمنائها أيضا، وأعضاء مجلس الأمناء التي احتضنوا هذا المركز الرائع. وأيضا أخص بالذكر الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله اللي لم يبخل علينا بجهد خاص إلا وأن قدمه لمركز أبو جهاد وإلى رئيس بلدية رام الله موسى أبو حديد والحاج فيصل درس وبلدية البيري فوزي عابد ونائبه جمال شلطف ورئيس الغرفة التجارية في نابلس عمر هاشم أبو محمود. كما نشكر محافظ محافظة نابلس الأخ أكرم رجوب ومحافظ محافظة رام الله الأخت ليلى غنام. والشكر كل الشكر لوسائل الإعلام وللإخوة تلفزيون القدس التربوي الذين احتضنوا هذا المؤتمر الصحفي، وشكرا جزيلا لكم. إذا لكم أي سؤال نحن مستعدين نرد عليه.